اتعلم صح في المكان الصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لنا استفسارات ورسائل كتير عن MS Academy والنظام الخاص بالأكاديمي. MS Academy مدرسة أونلاين لتدريس المنهج المصري سواء عربي أو لغات جميع المراحل من كي جي 1 حتى الصف الثالث الثانوي. الحمد لله دي خامس سنة لينا على التوالي في التدريس أونلاين. مدرسينا خبرتهم لا تقل عن 15 سنة للمرحلة الثانوية ولا تقل عن 10 سنوات للمرحلة الإعدادية. بنقوم بتدريس جميع المواد المقررة على الطلاب في جميع المراحل، وأضفنا العام الماضي الفرنش والبرمجة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وإن شاء الله هذا العام هنضيف يو سي ماث واللغة الألمانية. بالإضافة للجزء الديني سيتم تدريس مادة القيم الدينية كالعبودية والحق والأمانة والعدل والحرية. ده الويب سايت الخاص بينا، تقدر عن طريقه تعرف الأسعار الخاصة بينا وتشوف المدرسين والكوادر والخبرات الخاصة بكل معلم. دي منصة MS Academy الخاصة بينا، عليها الواجبات اليومية، عليها الاختبارات الأسبوعية على ما تم دراسته في نهاية كل أسبوع، وأيضا في نهاية كل شهر في اختبار ورقي واختبار آخر إلكتروني. الاختبار الورقي زي اختبار أبناؤنا طلاب الحضور في مصر، الاختبار الإلكتروني بيكون زي اختبار أبناؤنا في الخارج طلاب السفارة، عشان الطلاب يتعودوا على نظام الامتحان بالطريقتين. طبعا النظام عندنا بيكون نظام مدرسي بجدول زي الجدول الواضح قدام حضراتكم لجميع المراحل، شغالين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 أو 2 ظهرا. وما نسيناش طبعا طلاب المسار المصري، برضو عندنا نظام مدرسي بجدول فترة مسائية لجميع المراحل وجميع المواد من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 8 مساء، وحريصين دايما إن جميع الحصص تتسجل عشان لو طالب تغيب أو حصل أي ظرف يقدر يرجع ليها في أي وقت. عن طريق صفحة MS Academy على الفيسبوك تقدر تشوف الريفيوز الخاصة بالطلاب وأولياء أمورهم فيما يخص MS Academy. كمان تقدر تشوف الفيديوز الخاصة بأنشطة الأكاديمي طوال العام الدراسي. أسعارنا لا تقارن بالخدمة اللي بنقدمها والجودة اللي هتلاقيها وتشوفها بنفسك لما تشترك معانا. أفضل استثمار في تعليم أولادك إن شاء الله هتلاقيه في MS Academy. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم؟ الحمد لله. زي حضرتك يا مس. الحمد لله. ممكن بس يا جماعه اللي قفل المايك بقى، اللي فاتح المايك يقفله عشان نبدا ان شاء الله. سامعين صوتي كويس؟ ايوه مس. تمام. ماده الفلسفه ان شاء الله ماده بسيطه وسهله، محدش يخاف منها خالص. اول درس عندي بيتكلم عن التفكير الانساني. في البداية كده طبعا هنعرف يعني ايه التفكير. قال التفكير هو الهبة العظمى التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان. كلمة هبة يعني هدية أو منحة، ربنا ميز الإنسان عن غيره من الكائنات الأخرى، قال يهو وفضله بذلك عن سائر الكائنات الأخرى. الكائنات الأخرى اللي هو مثلا الحيوان والنبات. ربنا ميز الإنسان عن الكائنات التانية بالعقل بالتفكير. قال يعرف الفلاسفة الإنسان بأنه المفكر. ليه الفلاسفة عرفوا الإنسان إن هو المفكر بقى؟ لأن هو الكائن الوحيد اللي بيمتلك العقل واللي يستطيع إن هو يفكر. قال فالإنسان يفكر بطبيعته دون تعلم مقصود. لما نجيب الكتاب إن شاء الله لازم نعلم على كلمة أو جملة دون تعلم مقصود دي، يعني بالفطرة بالطبيعة كده أنا بفكر. يبقى لو جالي سؤال يا جماعة بيتكلم على التفكير للإنسان وجابلي في الاختيارات مكتسب ولا متعلم، متعلم يعني أنا اتعلمته ولا اكتسبته ولا فطري، اختار ايه؟ طبعا فطري. فطري. نقول تاني، طالما بيقول للانسان يفكر بطبيعته بطبيعته يعني بفطرته دون تعلم مقصود، يعني انا ما علمتش الانسان ازاي يفكر او يشغل عقله. حتى بتلاقي بالفطره كده لو طفل صغير وفي لعبه بعيده عنه مثلا تلاقيه بيفكر ازاي يوصل للعبه دي، لو لعبه عاليه شويه عليه تلاقيه يفكر يجيب كرسي ويطلع على الكرسي ده ويوصل للعبه دي، محدش علمه، هو عمل كده بالفطره. زي ما احنا بنتنفس مثلا بالفطرة هو برضو الإنسان بيفكر بالفطرة. قال هو يدرك ويتذكر ويتأمل وتعد الحضارة الإنسانية أعظم آثار هذا التفكير، حيث بناها الإنسان بتفكيره الخلاق. الحضارات الإنسانية كلها سواء في مصر أو خارج مصر، لما نشوف مثلا الأهرامات الآثار الموجودة في لوكسور وأسوان،
الحضارة اللي موجودة في العراق، حضارة بابل وكده، الحضارات دي والآثار الموجودة دي دليل إن الناس دي كانت إيه؟ ده تفكيرها عالي. يعني إحنا لحد دلوقتي مش عارفين سر بناء الأهرامات ووجودها لغاية دلوقتي السنين دي كلها من غير ما يحصل لها أي دمار أو تتأثر بأي ظروف طبيعية زي الزلازل أو الأمطار، لسه موجودة لغاية دلوقتي. ده دليل إن الناس دي كانت بتفكر تفكيرها عالي، ده مش أي تفكير كمان. يبقى نستنتج من كده الإنسان بيتميز عن غيره من الكائنات الأخرى بإيه يا جماعة؟ بالتفكير بالتفكير. عايزة كل يشارك. تمام. نستنتج من كده كمان إن التفكير عندي أو عند الإنسان ككل فطري مكتسب ولا متعلم؟ هختار فطري. خدوا بالكم أنا هبعت لكم واجب إلكتروني بعد الحصة، هيتبعت لكم هتحلوا على الكلام اللي أنا بقوله ده إن شاء الله. طيب عايزين نعرف بقى كيف تتم عملية التفكير. أنا عايز أعرف إزاي الإنسان بيفكر. قال لي أول حاجة عندما يتعرض الفرد لمواقف أو مثيرات. مثيرات يعني أي حاجة بتشد انتباهنا. صوتي ده يعتبر شد انتباهكم أهو، ده يعتبر مثير. صوت عربية في الشارع مثير. الكتاب اللي قدامك مثير. يبقى أي حاجة شدت الحواس أو لفتت انتباهي ده اسمها مثيرات. قال لي بقى أنت بتتعرض للمثيرات دي عن طريق الحواس، يتم استقبالها عن طريق الحواس. انت سمعت صوتي عن طريق حاسة السمع، شفت الكتاب بتاعك، شفت الكتاب قدامك عن طريق حاسة البصر، ماسك القلم او ماسك الموبايل او ايا كان عن طريق حاسة اللمس. يبقى انا باخد المثيرات دي بستقبلها عن طريق الحواس. ماشي جميل. بعد كده قال لي يمارس المخ البشري العديد من الانشطة الذهنية الغير مرئية. هل الانشطة اللي موجودة في المخ انا بشوفها؟ يعني انا لما اتذكر، انتبه، ادرك حاجة، فكر في حاجة، سرحانة في حاجة، حد بيقدر يشوف ايه اللي جواكي، ايه اللي في عقلك؟ اكيد لا. فعشان كده وصفنا الانشطة الذهنية اللي هي العقلية انها غير مرئية. طيب المخ بقى هو اللي بيدي تفسير لهذه المثيرات. يعني المخ هو اللي بيقول لحضرتك انت سامع ايه، شايف ايه، شامم ريحة ايه، ماسك ايه في ايديك. عشان كده يا جماعة لما لا قدر الله لو حد عمل حادثة جامدة مثلا واتخبط على دماغه قوي ممكن يفقد حاسة البصر او ممكن يفقد حاسة السمع. المخ هو كل حاجة. حتى دايما بنسمي المخ هو المايسترو. يعني المخ هو اللي بيدي إشارة للحواس يقول لحاسة السمع يعني او يقول لحاسة البصر انا شايف ايه، سامع ايه قدامي. يبقى اهم حاجة عندي هو اللي مسؤول ايه، المخ. فقال لي المخ هو اللي بيفسر هذه المثيرات، هو اللي بيدي المعنى ليها او البحث لها عن معنى، حيث تجسد الأنشطة الذهنية. الأنشطة الذهنية دي طبعا تجسد معنى التفكير. يبقى تاني أنا بتعرض للمثيرات، بستقبل المثيرات عن طريق إيه؟ الناس تجاوب حواس. عن طريق الحواس. جميل. لو حواس لوحدها مش هتشتغل. المخ هو اللي بيدي إشارة للحواس. المخ هو اللي بيفسر لي أنا سامع مين دلوقتي، في حصة إيه دلوقتي، هو اللي بيديني فكرة الإدراك دي. قال لي مثلا مثال سهل خالص، سمعت صوت رنين فانتبهت وادركت انه رنين الهاتف وذهبت للرد عليه. مين اللي قال لي ان ده رنين الهاتف او ده صوت مثلا جرس البيت او جرس التليفون؟ مين اللي قال لي؟ مين اللي اداني اشاره؟ مخ مخ. تمام. قال لك اهو المثير عندي، المخ المثير عندي ده رنين الهاتف، ده المثير. انا استقبلته عن طريق حاسه السمع. طيب المخ بقى هو اللي بيقوم بأنشطة ذهنية غير مرئية. طيب بيقول لي بقى النقطة اللي بعد كده، نقطة سهلة وبسيطة مش فيها حاجة خالص. قال لي بعض الحالات التي تثير النشاط العقلي للإنسان. أول حاجة ونفكر كده مع بعض عشان هتجيبوا من عندكم أمثلة. أول حاجة عندي اسمها تنظيم التفكير. في حالة يعني أنا لما بنظم تفكيري، بنظم جدول المذاكرة بتاعي، ده يعتبر بفكر أهو حالة من الحالات التي تثير النشاط العقلي. قال لي لما تشوف فرد مثلا متفوق في دراسته قادرا على مناقشة الآخرين وإقناعهم، يعرف الكثير من المعلومات نصفه بأنه منظم التفكير. واحد يعني ما شاء الله بيطلع من الأوائل كل سنة وبيعرف يناقش الآخرين وبيعرف يتكلم وعنده معلومات، هنوصف الشخص ده طبعا إن هو منظم في تفكيره مش عشوائي كده وخلاص. طب ممكن حد يجيب لي مثال على شخص منظم في تفكيره؟ اللي عارف يرفع إيديه. الإنسان المنظم. ماشي احنا عايزين مثال. انا هبسطها لكم برضه، هقرا المثال الاولاني وانتوا تجيبوا امثله من عنده. المثال الاولاني قال للطالب الذي يقوم بعمل جدول للمذاكره يساعده في التحصيل الدراسي والتفوق. انت مثلا حضرتك في بدايه اولى ثانوي اهو، قبل ما تاخد او قبل ما تبتدي يعني خلاص دروسك وكده، بتعمل ليك جدول للمذاكره. الصبح هتذاكر كام ساعه، بالليل كام ساعه، هتروح النادي بتاعك امتى، لو بتروح جيم مثلا هتروح من الساعه كام لكام. ده تنظيم. قال لي كمان المثال الثاني،
المهندس اللي بيعمل جدول يحدد فيه تفاصيل الانتهاء من أحد مشاريعه. ممكن أقول مثال من عندنا، مثلا ربة المنزل أو الأم اللي بتشتغل زي حالاتي كده، أنا بشتغل أهو، بنظم وقت ما بين وقت للشغل والدروس ووقت تاني البيت وولادي مثلا. ممكن حد يجيب لي مثال في تنظيم التفكير؟ أناس اتفضل. تنظيم أهل الأشخاص بروتين اليومي أو أوقاته اليومية. تمام، جميل. يبقى أول حاجة عندي يا جماعة من الحالات التي تثير النشاط العقلي تنظيم التفكير، حاجة كلام سهل جدا، ما فيش في أي حاجة. بعد كده التنظيم، قولي يا من، كنت عاوزة أقطع حضرتك، بس هو التنظيم ممكن تنظيم البيت أو تنظيم الكتب أو تنظيم البيئة اللي أنتي هتذاكري فيها. تمام جميل. بعد كده تذكر الماضي، قال لي لما تتذكر أو عندما يتذكر الفرد ما يتعلمه أو ما حدث له من خبرات في الماضي، بتذكر بقى وانا في ابتدائي كنت رحت طلعت رحله مع مين، بتتذكري ذكريات ليك وانت في اعدادي او انت في ابتدائي، ده طبعا اسمه تذكر الماضي. مثال، امثله سهله جدا وفكروا عشان تجيبوا امثله من عندكم. قال لي تذكر احدى القواعد النحويه في اجابه سؤال الاعراب في النحو. طبعا في النحو ساعات انت بتتذكر القواعد اللي انت خدتها في اعدادي. برضو بيقول لي عندما قابلت احد جيرانك بعد انتقالك الى مكان اخر وتذكرت بعض الأحداث المشتركة بينكم، لو قابلت صاحبتك قابلت جارتك مثلا وتفضلوا تفتكروا بقى إيه الذكريات اللي حصلت ما بينكم قبل كده. ممكن حد يجيب لي مثال بقى على تذكر الماضي؟ أنا بس اتفضل يا أحمد. إيه؟ تذكر أحد المواقف المنزلية مثلا في الرياض. جميل، تمام. تذكر، أو هقول أنا مثال من عندي، تذكر رحلة قمت بها في المرحلة الإعدادية مثلا، أو تذكر قاعدة نحوية، أو تذكر مثلا قانون رياضي، لأن الرياضة أنتوا عارفين إن هي تراكمية بتعتمد على بعضها. يبقى أنا كده شرحت اتنين من أنماط النشاط العقلي اللي مركز بقى هيجاوب. إيه هما؟ الكلام أصلا قدامنا يعني. تنشيط تنظيم العقل وتذكر التفكير، الماضي، تنظيم تنظيم التفكير التفكير وتنظيم التفكير الماضي، وتذكر الماضي، تنظيم التفكير وتذكر الماضي، وتذكر تمام. الماضي. بعد كده ماشي، أيوه، هي الحاجات دي حفظ. لا تفهمها، تفهمها عشان هيجي لك فيها أسئلة، مش حفظ ولا حاجة. وأصلا نظام البوكلت أو نظام أسئلة الاختيارات في الثانوي مش قايمة إن أنت تحفظ، قايمة إن أنت تفهم الكلام وخلاص. تمام يا منى، حل كويس، كاتبه لي في الشات تذكر الأماكن والشوارع رأيتها في الماضي، جميل. بعد كده التخطيط للمستقبل، عكس تذكر الماضي إيه؟ عكس ما افتكر اللي فات، لا ده أنا هبص على اللي جاي، هخطط للي جاي. قال لي عندما ينظر الفرد إلى مستقبله الدراسي والمهني ويحدد أهدافه، فإنه بذلك يفكر في مستقبله ويضع خطة لحياته. لما أنت بينك وبين نفسك كده، أنت خلاص داخل على أولى سنة ومرحلة جديدة، يا رب تكون مرحلة كده سعيدة كده وحلوة بالنسبة لكم، بتبدأ بقى تفكر في الثانوي عايز تدخل كلية إيه، طب في سنة تانية هتدخل علم ولا أدبي، ولو دخلت علم هتدخل علم رياضة ولا علم علوم. الحاجات دي بقى بتفضل تفكر فيها من سنة حتى أولى ثانوي عشان مستقبلك اللي جاي، بتحط خطة لحياتك. قال لي مثال، عندما تحدد هدفك لكي تصبح إعلامي شهير ومتميز، عايز تبقى إعلامي بقى تلتحق بكلية الإعلام، لازم بقى تدح في الثانوية العامة جامد وتشتغل على نفسك قوي عشان تدخل كلية إعلام لأنها من كليات القمة، وتعمل على تثقيف نفسك في المجالات المختلفة، مش بس إن أنت تدخل الكلية وتتخرج هتشتغل إعلامي، لازم يبقى عندك ثقافة في كل المجالات. الإعلامي ده لازم يكون عارف في السياسة في الاقتصاد في عن مشكلات المجتمع عن وسائل التربية، يكون يعني مثقف عارف في كل المجالات عشان يعرف يتكلم. قال لي كمان مثال تاني، قام والدك بشراء قطعة أرض لاستثمارها بعد بلوغه سن المعاش، ممكن يكون لسه ما طلعش معاش بس بيشتري أرض من دلوقتي عشان يستثمرها قدام بعد ما يطلع سن المعاش. يعني حد يجيب لي مثال كده على تخطيط للمستقبل؟ اللي عارف يتفضل يجاوب. مثلا طالب حلمه ان هو يدخل كلية الطب فهيدخل مثلا علم علوم. كلام سهل يا جماعة. يبقى انا كده شرحت 3 من انماط النشاط العقلي، حد يقولهم لي بس على شكل نقاط، مش هتشرح ولا حاجة. تنظيم ال يعني تنظيم تنظيم التفكير، ها تنظيم التفكير، تذكر الماضي، تذكر، ها ورؤية المستقبل والتخطيط له. تخطيط للمستقبل، تمام. اخر حاجة من انماط النشاط العقلي بقى قال لي حل المشكلات. لما انت تكون واقع في مشكلة
وتقعد كده تفكر لها الحل. ما هو دماغك شغال اهو، عمال تفكر في حل، اذا في نشاط عقل هنا بيتم. قال لي عندما يحاول الفرد حل مشكلة زميل له ويطلب منه شرح الظروف المحيطة بمشكلته بهدف حلها. واحد زميلك مثلا جه بيشرح لك مشكلة مثلا بيواجهها، وانت عمال ايه تفكر ودماغك مشغولة عشان توصل لحل معاه. قال لي مثال برضو، اقترب موعد الامتحان وانت لم تذاكر جيدا، فشرحت ذلك لزميل لك وقام بمساعدتك بإعداد جدول للمذاكرة. انت رحت قلت له انا امتحاني مثلا قرب وما ذاكرتش حاجة خالص في المادة، فيقوم عامل لك كده جدول عشان يساعدك يعني كحل للمشكلة. قال لي كمان مثال تالت، أنشأت الدولة عددا من الكباري لحل مشكلة المواصلات والازدحام المروري، أو أي مشكلة بقى بتواجهنا. الدولة حلت مشكلة الجرائم، حلت مشكلة التسول، حلت مشكلة المواصلات، أي مشكلة بتقابلنا في حياتنا ويلزق جنبها أنشأت الدولة مثلا، أو قدمت الدولة عدد من الحلول لحل مشكلة المواصلات. ممكن أقول مثال كمان، العلماء لما قدموا اللقاح اللي احنا كنا بناخده عشان الكورونا، ده لحل مشكلة انتشار فيروس كورونا. حد عنده مثال عن حل المشكلات؟ ممكن إنشاء الدولة مثلا، المدن الجديدة لحل مشكلة جميل، الزحام. برافو برافو، حلو قوي المثال. الدولة استثمرت في الأراضي الصحراوية وعملت مدن جديدة عشان تحل مشكلة التكدس السكاني الموجود في المدن المزدحمة. يعني القاهرة والجيزة مليانة سكان، فعشان كده طبعا عملوا مدن جديدة. تمام، هنا بقى في المثال ده جمع لك ما بين الأربع أنماط دي في مثال واحد. إزاي؟ مثلا بيقول لك يبدأ الطالب في عامه الدراسي بوضع جدول للمذاكرة أو جدول للاستذكار. عمل جدول كده، جدول في بداية السنة، يبقى هنا في إيه؟ هنا تنظيم تفكير منظم أهو بين قوسين. قال لي بهدف اجتياز الاختبار النهائي بتفوق، ده هو بيبص لقدام، بيبص على الاختبار بتاع نص السنة وبيبص على الاختبار بتاع شهر 5 آخر السنة، بيبص على قدام. يبقى ده ايه؟ تخطيط اه المستقبل بين قوسين، اصلا الكلام قدامكم يا جماعة، تخطيط للمستقبل. طيب، وعندما يحين وقت الاختبار فإنه يستقبل الأسئلة عن طريق الحواس ويبدأ باسترجاع ما قام باستذكار. انت قاعد بقى في اللجنة او قدامك الاختبار، تفضل تفكر المدرس كان بيقول لك ايه، وتفتكر المعلومات اللي هو كان بيشرحها. يبقى ده يعتبر تذكر الماضي في تذكر الماضي. الماضي. تمام، قال لي بهدف ايجاد حلول لهذه الاسئله. الاسئله دي بالنسبه لك مشكله، مش هنضحك على بعض، الاختبار قدامنا مشكله، عايزين نوصل لحل. يبقى ده يعتبر ايه؟ حل المشكلات. يبقى المثال ده يا جماعه حلقت مشكلة بالظبط، المثال ده جامع ما بين الاربع انماط، تنظيم تفكير، تخطيط للمستقبل، تذكر الماضي، حل المشكلات. قال لي هذه الانشطه الذهنيه، رجع تاني يكرر لك الكلام، بيقول لك غير مرئيه، دي تسمى عملية التفكير. يبقى نفهم من كده ان الانشطة الذهنية انا بفكر وسرحانة في حاجة، هل انت شايفني؟ شايف ايه اللي في دماغي؟ لا، يبقى عشان كده بنقول عليها غير مرئية او غير محسوسة. طيب، بيعرف لي هنا تاني، بيرجع تاني يعرف لك التفكير. خد بالك، هو في الاول خالص عرف لك التفكير على فكرة، وقعد يقول لك التفكير ده الهبة العظمى اللي منحها الله سبحانه وتعالى للانسان وميزه بها عن سائر المخلوقات. رجع تاني برضو يعرف لي التفكير في شكل تاني، قال لك دي عملية ذهنية. يعني ايه كلمة ذهنية؟ يعني في عقل. عقلية، ذهن يعني عقل. يبقى التفكير ده عملية مش جسمية، مش في الجسم، ده في الذهن في العقل. يبقى عملية ذهنية، نرسم بها خريطة العمل. كلمة خريطة عمل يعني خريطة أو خطوات همشي عليها عشان أوصل لهدف ما، وليكن مثلا أنت كل هدفك هندسة، يبقى انت هتعمل خريطة عمل ايه؟ هتدخل اولى ثانوي عادي بتاخد مواد ادبي ومواد علم. عايز تدخل هندسة، اذا هتدخل علم رياضة في سنة تانية، وهتاخد مواد الرياضة طبعا، الرياضة لها فروع، وتاخد دروسك وتذاكر وتحل امتحانات وتتابع مع المدرسين. اذا دي خريطة عمل انت ماشي بيها. يعني انت مش هتوصل لهدفك وانت قاعد مرتاح بقى وما بتذاكرش ومكبر دماغك، لا، خريطة العمل دي عبارة عن خطوات انا بمشي عليها عشان اوصل لهدفي في الاخر. تمام، يعني اللي حلمه مثلا هو لسه في الكليه، طالب في الكليه عايز ياخد الدكتوراه مثلا في علم النفس، ده هو بيمشي على خطوات، مثلا يخلص الكليه والمفروض ان هو يجيب تقدير عالي، بعد كده بياخد ماجستير، بعد كده بيحضر مش عارفه الدكتوراه. اذا هنا عشان يوصل لهدف، ما بيوصلش لهدفه من يوم وليله ولا بسرعه، لا، ده بياخد سنوات، اللي هي خريطه العمل. حد عنده اي سؤال في الصفحتين دول يا جماعه؟ لا يمس، في المواقف لا دي يمس،
بنقرأها برضو كده، بيقول لي سئل حكيم عن أولى الناس بالسعادة، في ناس كده راحت. لو سمحت نقفل الصوت يا جماعة، انجي اقفل الصوت. سئل حكيم عن أولى الناس بالسعادة، الناس سألته مين أكتر الناس سعيدة، قال أنقصهم ذنوبا. شوفوا ربط يا أولاد، ربط السعادة بالذنوب، بنقصان الذنوب. وده فعلا انت لما تكون مثلا يعني قريب من ربنا ومفيش ذنوب في حياتك وبتطيع ربنا وفي طاعات وملتزم في الصلاة وبتقرأ قرآن وليك ورد وبتاع، هتحس ان انت من جوه مرتاح نفسيا اصلا، تحس بالسعادة. ده حقيقة. لما بتبعد عن ربنا شوية وبتغفل كده عن العبادات بتاعتك او في ذنب كبير بتعمله، ما بتحسش بالسعادة. فعشان كده الحكيم ده بيقول ان اولى الناس بالسعاده اللي اقل ناس في الذنب. طبعا احنا ما فيش حد كامل، كلنا عندنا ذنوب وكلنا بنغلط، بس بيقول انقصهم ذنوبا. فقيل له ومن انقصهم ذنوبا؟ قال اتمهم عقلا. يعني ربط برضه فكره نقصان الذنوب باتمام العقل. انا لو عقلي كويس وبفكر كويس اكيد هبعد عن اي حاجه تغضب ربنا او ابعد عن اي حاجه غلط. طيب اتمهم عقلا، يبقى انا كده هيبقى يعني في نقصان في الذنوب. يبقى الموقف ده نتعلم منه ايه، او عايز يقول لي ايه الحكيم ده، عايز يقول لي اهميه ايه؟ أهمية العقل. اهميه العقل، وربط ما بين العقل وبين نقصان الذنوب. تمام. بيقول لي برضو في فيلسوف اسمه محمد اقبال. عبد الرحمن حاول تقفل الكاميرا بتاعتك. عبد الرحمن امين. كانت للشاعر الفيلسوف محمد اقبال ملاحظه جديره بالنظر، وهي أن الإسلام جاء ليدعو إلى تحكيم العقل. الإسلام مش بيقول لك إن أنت مثلا تاخد العبادات وتنفذها وخلاص، لا، دايما في آيات في القرآن دايما تقول لك أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون. يعني الإسلام بيقول لك حكم عقلك، يعني لازم تبقى مقتنع بكل حاجة في الدين. قال لي فيما يعرض للناس من مشكلات، والدليل على كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما كان قريش بتعبد الأصنام، لما كان أنتوا عارفين القصة بقى، لما كان بيقعد في الغار ويتأمل في السماوات والأرض، وما كانش مقتنع بفكرة إن الناس دي بتعبد الأصنام وإن الأصنام دي آلهة، يعني ما كانش مقتنع بده. إذن إن أنا لازم أحكم عقلي، لو أنا حكمت عقلي هقدر أفهم أو يعني هقرب من ربنا أكتر يعني. طيب قال لي لازم نحكم عقلنا في اللي بيتعرض لنا من مشكلات، وما دمت قد ركنت على العقل، يعني اعتمدت على العقل، فلم تعد بحاجة إلى هداية سوى ما يمليه عليك من أحكام. طالما عايز يقول لي من الآخر كده، طالما ليك عقل وبتفكر انا مش هخاف عليه. الكلام ده اللي قاله الفيلسوف محمد اقبال. بيقول لي بقى العقل وسبيل التقدم والتحضر في كافه مجالات الحياه، دلل في ضوء دراستك لمفهوم التفكير. يعني السؤال ده يعتبر زي مقالي، عايزك تتكلم عن اهميه التفكير في حياتنا ومفهوم التفكير. ممكن حد يقول لي كده مفهوم التفكير ايه من عنده؟ ها احنا لسه قايلين مفهومين دلوقتي. ماشي اتفضل. هي نعمة وهبها الله ايوه الإنسان وفضلها وبها. جميل جدا. هنقول النعمه او الهبه او المنحه التي منحها الله سبحانه وتعالى للانسان وميزه بها عن سائر المخلوقات، وان الحضاره الانسانيه اللي احنا بنشوفها اعظم اثار هذا التفكير. وممكن نزود كمان التعريف التاني، نقول ان هي عمليه التفكير عمليه ذهنيه نرسم بها خريطه العمل المؤدي لتحقيق هدف ما. طب ممكن مين اللي يتبرع معانا كده ويقرأ السؤال الأولاني ويحله؟ اللي عارف أو اللي عنده استعداد يرفع إيديه. مش عايز ماشي. أحمد سرور، يا ريت الناس اللي في حد فاتح الكاميرا يقفلها. قولي يا أحمد. تبقى النشاط الذهني نرسم بيه طريق، لا بس لازم تقرأ السؤال عشان نفهم برضه، عشان غيرك يرفع. هي عملية عقلية يستطيع من خلالها الإنسان عمل شيء ذو معنى من خلال الخبرة التي خلال الخبرة التي يمر بها. تبقى نشاط ذهني نرسم بيه طريق. تمام جميل. طالما يا جماعة بيقول عملية عقلية، المقصود بالعملية العقلية اللي هو التفكير. فالتفكير طبعا ده نشاط ذهني، احنا لسه قايلينه من شوية في الشرح ان ده نشاط ذهني نرسم به الطريق. طيب السؤال الثاني مقال، بيقول لي وضح أفلاطون في كتابه متناولا كيف كان للظروف التي مر بها اليونان تأثير عليه. أفلاطون ده كان فيلسوف يوناني من زمان، بيقول الظروف اللي مر بها اليونان أثرت عليه. أثرت عليه إمتى؟ في المراحل الأولى من حياته اللي هي مرحلة الطفولة. يعني هو بيفتكر زمان إن مرحلة الطفولة أثرت عليه. عبد الرحمن اقفل الصوت عندك، أنا قايل يا جماعة الصوت والكاميرا يتقفل.
طيب بيقول لي استخلص مما سبق إحدى الحالات التي تثير النشاط العقلي. مش هعرف أجاوب غير لما أعرف أصلا إيه الحالات اللي تثير النشاط العقلي. كان عندي 4، إيه هما؟ قولي يا إسماعيل. ماشي إسماعيل أحمد. تنظيم التفكير، تذكر الماضي، جميل، حل المشاكل، تخطيط ورؤية المستقبل. للمستقبل. تمام. هنا بقى بيقول لك أفلاطون، أنا مرحلة الطفولة بتاعته أو المراحل الأولى من حياته أثرت عليه، يبقى هنا يعتبر اختار إيه؟ تذكر الماضي. جميل جدا، هيبقى هنا الحالة دي يقصد بيها تذكر الماضي. طبعا مش هعرف أجيب الإجابة غير لما أعرف إيه الحالات اللي بيسأل عليها دي، الحالات التي تثير النشاط العقلي. حد عنده أي سؤال في اللي أنا شرحته كده؟ لامس لا تمام. النقطة اللي بعد كده بيتكلم عن خصائص التفكير الإنساني. أول خاصية إحنا لسه قايلين، التفكير ده نشاط جسمي ولا نشاط ذهني أو عقلي؟ نشاط عقلي بيتم في نشاط عقل الإنسان. تمام. قال لي إنساني، إشمعنى قال لي إنساني؟ لأن برضه لسه قايلين إن ربنا سبحانه وتعالى ميز الإنسان هو الكائن المخلوق الوحيد اللي عنده عقل غير الكائنات التانية. قال لي بقى نشاط عقل إنساني يعني إيه؟ لا يعتمد على إحساس الفرد وإدراكه فقط. تفكيرك مش بيعتمد على إحساسك بل على معلوماته وخبراته السابقة. دلوقتي أبسط حاجة خالص، أنت لما تيجي تختار علم، أنت مثلا في أولى ثانوي بتاخد مواد علمية ومواد أدبية، هتاخد كيمياء وفيزياء وأحياء ورياضة وعلم، وهتاخد فلسفة وتاريخ وجغرافيا، هتاخد الاثنين. بعد ما تخلص أولى ثانوي بيكون عندك خبرة، بيبقى طالع كده عارف المواد دي بتتكلم عن إيه، عندك خبرة. لما بتيجي بقى تختار علمي أو أدبي، هتختار بناء على إحساسك ولا بناء على خبراتك السابقة؟ يعني هتقول مثلا إيه؟ خبرتي السابقة خبراتك احسبها السابق. يعني خبراتك سابقة. يعني انت مش هتقول مثلا انا حاسس ان انا هدخل ادبي او حاسس ان انا هدخل علم، انت بتختار بناء على الخبرات اللي انت خدتها في اولى ثانوي. فقال لي هنا لا يعتمد طالب الثانويه العامه في اختيار الشعبه الادبيه او العلميه على احساسه فقط، لا، بناء انت بتختار علم او ادبي بناء على معلوماته وخبراته السابقه في دراسه المواد العلميه والادبيه. يعتبر على فكره اولى ثانوي من اتقل المراحل في الثانوي لان بتاخد الاثنين، مواد علمي ومواد ادبي. انما لما بتيجي تتخصص بقى سواء علم او ادبي او سواء علم العلوم او علم الرياضه، خلاص بتبقى الدنيا بسيطه شويه. قال لي كمان لا يعتمد المدير في تقييمه للعاملين على احساسه فقط. مدير في مكان مش هيروح يقيم العامل ده ان هو شاطر او كفاءه او ضعيف، ما يقولش انا حاسس ان هو كفاءه او حاسس ان هو ضعيف، مش بالاحساس. ده هو بيحكم على العامل ده او العمال اعتمادا على خبرته في هذا المجال، عنده خبره كده بيشوف شغله قدامه عامل ازاي فبيحكم عليه. يبقى لو ما يحس، اما احس في السؤال يا جماعه الخبره السابقه او المعلومات السابقه، يبقى اختار ايه؟ طبعا من الخصائص اختار نقطه نشاط عقل انسان. طيب بيقول لي بقى من خصائص التفكير ادراك للقوانين العامه للموجودات. من خلال التفكير انت بتدرك قوانين موجوده. فاكرين قصه نيوتن، القصة الشهيرة الموجودة وبتدرسوها كتير، لما كان قاعد تحت الشجرة شاف إيه اللي شفت حصل؟ تفاحة وفكر شلون وقعت. التفاحة وقعت على الأرض، ما ريحش دماغه، قاعد يقول لك ليه التفاحة وقعت على الأرض ما طلعتش لفوق، وبناء على الموقف ده وصل لقانون، ها، جاذبية الجاذبية الأرضية. جاذبية. تمام، جميل جدا. فقال لك بقى أنت من خلال التفكير بتدرك القوانين اللي موجودة حوالينا. فقال لي يستخدم الفرد خبراته السابقة تساعده في فهم وتفسير العلاقات والمبادئ العامة. ساعات كمان واحنا بنتعامل مثلا، بيقول لي هقول لكم بس اول مثال، بيقول لي يقف الكهربائي على كرسي خشب عند اصلاح الكهرباء لادراكه ان الخشب يمنع توصيل الكهرباء. واحد كهربائي مثلا جه عند البيت، لما بيجي يصلح الكهرباء مثلا او كده، ما بيجيبش كرسي معدن يقف عليه، امال يجيب ايه؟ بيجيب كرسي خشب، لان عنده ادراك للقوانين العامه للموجودات، عارف ان الخشب بيمنع توصيل الكهرباء، اما كرسي المعدن ده بيوصل ايه؟ ممكن يوصل الكهرباء. ابسط مثال خالص، مهندسين السكك الحديديه لما بيعملوا قضبان السكك الحديد، انتوا عارفين الكلام ده، بيعملوا ايه يا جماعه؟ لازم يتركوا مسافات ما بين قضبان السكك الحديديه. ليه؟ حد عارف ليه؟ القطارات عشان ما تتمددش. عشان عارفين ان سافر في المعادن تتمدد بالحراره، يبقى المهندسين بتاع القضبان السكك الحديديه لما بيجوا يصمموها بيسيبوا مسافات، عشان عارفين ومدركين ان الحديد بيتمدد بالحراره، فيوم ما يتمدد يبقى في مسافه.
لو سابوه، لو عملوها كده من غير مسافات هتحصل حوادث للقطارات. يبقى اذا ده ادراك للقوانين، عارف ان عارف طبيعه المعادن او عارف طبيعه الحديد ان هو بيتمدد بالحراره. طيب بعد كده يبقى انا شرحت 2 من خصائص التفكير، ايه هما؟ ها لحقتوا تنسوا؟ نشاط عقلي انساني وادراك للقوانين العامه للموجودات. ثالث خاصية اللي يعبر عنه الهاء في عنه ده عايد على التفكير، بنعبر عن التفكير في شكل لفظي رمزي. كلمة لفظي رمزي يعني في شكل كلمات ألفاظ. أنا دلوقتي مثلا بكتب موضوع تعبير، بعبر عن اللي جواه بإيه؟ بالكلمات ألفاظ أهو. مثلا بتكتب مسألة رياضية أو معادلة رياضية، بتعبر عن تفكيرك بالرموز. إذا بيقول لي حيث تعبر اللغة عن الفكر المنطوق، أنا بعبر عن تفكيري من خلال اللغة. فلما بتكلم او يعني بتكلم خلاص بعبر عن تفكيري اهو، يبقى اللغه دي عباره عن فكر بس منطوق. قال لي فالفكر واللغه وجهان لعمله واحده. يعني ايه وجهان لعمله واحده؟ نكتب كده ما بين قوسين لما بنجيب الكتاب ان شاء الله، يعني حدان مرتبطان. يبقى لو قال لي في السؤال الفكر واللغه حدان وكتب له نقط كده، مرتبطان منفصلان متعاكسان او عكس بعض، يعني هقول له ايه؟ اه مرتبطين ببعض. يعني انت مثلا مش هتفهم افكاري، مش هتفهم افكار غير لما اتكلم. طول ما انا ساكته كده انت مش هتفهم انا بقول ايه او مش عارف ايه اللي بيدور في دماغي. اذا الفكر واللغه بيكملوا بعض وجهان لعمله واحده. قال لي مثلا مثال اهو، يعبر الشاعر عما يدور في عقله وما يشعر به من خلال قصائده. واحد جواه افكار جواه مشاعر، هيعبر عن ده ازاي؟ بالقصائد باللغه اهو. إلقاء أحد الطلاب كلمة بالإذاعة المدرسية في يوم عيد الأم، تحية لتحية جميع المعلمات تقديرا لجهودهم مع طلابهم. يبقى هم بيعبروا عن تفكيرهم أو بيعبروا عن مشاعرهم، مجهودهم أو يعني تقدير لجهود المعلمات، فبيعملوا إيه؟ بيقدموا كلمة بالإذاعة المدرسية. يبقى من الآخر كده جاب لي سيرة لغة وتفكير، أختار إيه يا جماعة؟ ها؟ لو قال لي ان اللغه والفكر حدان مرتبطان، او بعبر عن تفكيري من خلال القصائد، بعبر عن تفكيري من خلال مثلا روايات بكتب اهو، حد يجاوب؟ معقول يعني؟ اه يبقى نعبر، بشكل هنختار في شكل لفظي رمز. طب افرض قال لي انا بعتمد على خبراتي السابقه في اختيار مثلا شعبه علم او ادب، نشاط عقل إنسان، نشاط عقل انسان. نشاط عقل إنسان. بيجيبك المهندسين عارفين ان المعادن بتتمدد بالحراره، فعشان كده بيسيء. عبد الرحمن اقفل الصوت، عبد الرحمن امير اقفل الصوت. قلت لك ان المهندسين عارفين ان المعادن بتتمدد بالحراره، عشان كده بيسيبوا مسافات ما بين القضبان السكك الحديديه. اختار ايه من الخصائص؟ إدراك القوانين العامة، ادراك إدراك القوانين القوانين. العامة. جميل، برافو عليك. طيب رابع خاصيه بقى، قال لي يرتبط التفكير ارتباطا وثيقا بالنشاط العملي. كلمه عن نشاط عملي يعني نشاط تطبيقي. يعني انت مثلا انت دلوقتي حطيت لك، في ناس كتير جدا او طلبه يحطوا لنفسهم جدول للمذاكره، فرحه البدايات بقى والحماسه واخدهم في الاول كده، جدول للمذاكره يمشي عليه يومين ثلاثه كده وباقي السنه ايه، يمشي كده سبهلله وبشكل عشوائي. فقال لك لا، انت تفكيرك اربطه بالنشاط العملي، طبق، مش ان انت تقعد تقول له افكار وما تطبقش. يعني ساعات مثلا الحكومه تطلع على التلفزيون او في الفضائيات تقعد توعدك بحاجات، ان هيبقى في استثمار وهيبقى في مثلا وظائف جديده للشباب وهنعمل الطرق وهيبقى في مدن جديده وكلام من ده. والله لو بعد كام شهر او بعد سنه شفت الكلام ده موجود، يبقى هو يبقى الحكومه كده حولت الافكار دي لنشاط عملي طبقته. طب انا ما شفتش بقى، ما شفتش حاجه على ارض الواقع من اللي هي قالت عليه، يبقى هنا ما وصلش لفكره النشاط العملي. يبقى المقصود بالنشاط العملي ان انت تطبق اللي انت بتقوله، مش تقول كلام وخلاص. قال لي حيث يعتمد التفكير في جوهره على النشاط العملي الاجتماعي الذي يكون به الانسان لتغيير الواقع المحيط به للافضل. قال لي مثلا انت قرات عن مفهوم الطاقه الايجابيه، في واحد في دكتور كبير اسمه ابراهيم الفقي دايما بيقعد يتكلم عن الحياه الايجابيه والطاقه الايجابيه. قرأت عن ده، يعني أفكار دخلت دماغنا أهو، حولناها لنشاط عملي بقى. فقمت بقى غيرت ألوان الحجرة وطريقة ترتيبها، وغيرت كده ديكور البيت وبتاع، وشغلت بخور وشغلت قرآن في البيت عشان كده يجي لي طاقة إيجابية. يبقى هنا تحول التفكير لنشاط إيه يا جماعة؟ عملي عملي. تمام. طيب بيقول لي عندما يقرر الطالب أن يلتحق بكلية التربية الرياضية، عايز يدخل كلية التربية الرياضية، بيحول الرغبة بتاعته دي لنشاط عملي. يعمل إيه بقى؟
يذهب إلى صالات ألعاب الرياضة ليحصل على لياقة بدنية تؤهله لذلك. بيروح بقى الجيم ويبتدي يجهز نفسه كده ويجهز شكل جسمه عشان يدخل كلية التربية الرياضية. طيب أنت مثلا عايز تدخل كلية معينة وليكن كلية إعلام، تبتدي بقى تذاكر كويس وتحضر دروسك وتدخل مثلا سواء علمي أو أدبي وتحضر دروسك وتحل امتحانات وي وي وي، يبقى في خطوات أنت بتعملها وبتنفذها على أرض الواقع عشان توصل لهدفك، يبقى ده نشاط عملي. يبقى خدوا بالكم في فرق بين نشاط عقلي ونشاط عملي. جاب لي في السؤال سيرة خبرات ومعلومات سابقة وإن أنا مش بعتمد على إحساسي، يبقى نشاط إيه؟ اللي هي هنا في أول حاجة يبقى نشاط عقلي. عقلي. طب حولت أفكاري لتطبيق طبقت على أرض الواقع، يبقى نشاط عملي عملي. على تمام، عملي يبقى ناخد بالنا بين عقلي وعملي. قال لي رقم 5 آخر حاجة، يدل التفكير على خصائص الشخصية. هندخل بقى في خبايا علم النفس بقى شوية. تعرف إن أنا لما أعرف أفكارك ممكن أستنتج شخصيتك إيه؟ يعني أنا مثلا لو عرفت إن أنت تفكيرك تاخد كورسات مثلا، تدخل كلية عالية، مش تفكيرك إن أنت تاخد كلية وخلاص، ده أنت عايز ماجستير دكتوراه، مش عارف آخد دكتوراه من بره كورسات. أحس إن أنت شخصية إيه؟ هوصفك إن أنت شخصية إيه؟ مجتهدة، متفائلة، يعني بتحب، يعني مجتهد، مش ان انت طموح، هقول ان انت طموح برضو، مش ان انت واحد كسلان وخلاص. طيب انا مثلا رايحه فرح كده وبقول لواحده قريبتي تعالي نروح الفرح، قالت لا لا انا ما بحبش الافراح، انا عايزه اقعد هنا في البيت وما بحبش اقابل حد، هستنتج ان هي شخصيه انطوائي. بالظبط انطوائيه، ما بتحبش التجمعات. طب واحده تانية العكس تقول لك انا بحب اروح الرحلات، احب اروح جيم، احب اتعرف على ناس، ايوه اقول ان هي اجتماعيه. اذا انا لما اسمع افكارك واسمع مقترحاتك اقدر استنتج شخصيتك. قال لي هنا بقى التفكير يؤثر ويتاثر التفكير بحاجات الفرد ودوافعه وانفعالاته. كمان بيقول لك التفكير بتاعك بيتاثر بالدوافع بتاعتك، يعني انت ده لو ميولك علميه والدوافع بتاعتك علميه هتلاقي كل افكارك ايه بتتكلم عن مواد علميه. طب انت مثلا بتحب الروايات، بتحب القصص، مثلا تحب تقرا في علم النفس، هعرف ان انت ايه ميولك مثلا ادبيه شويه. فهنا بيقول لي افكارك بتتاثر بالدوافع بتاعتك والميول والخبرات السابقه. طيب مثال، قال لي يصفك معلمك بالطالب الرزين، محي الطالب كده قدامي قاعد هادي، فوصفت ان هو شخصيته رزينه لانك تفكر جيدا قبل ان تتكلم وتتمتع بالثبات النفسي والانفعالي. حد عارف يعني ايه ثبات نفسي وانفعالي؟ ايوه، انا حد معصبه ما بيتعصبش بسهوله. مش معنى كده على فكرة ان هو بارد يعني، بس هو بيعرف يكتم غيظه وده حاجة قوية. ده القوي بقى يا جماعة، القوي مش ان انا افرد عضلات واضرب اللي قدامي، القوي اللي هو بيعرف يتحكم في انفعالاته، ما يقولش اي لفظ كده وخلاص في وقت عصبية، لان في ناس في وقت العصبية بتدمر الدنيا، تضرب وتزعق ويبقى فيه مشكلة كبيرة. اما بقى الشخص اللي عنده ثبات انفعالي ده مش اي حد يبقى عنده الصفة دي. فانا قدامي طالب عنده ثبات انفعالي مش بيتكلم غير لما يفكر، هعرف ان هو شخصيه ايه زي ما قال لك في الكتاب، ده طالب رزين مؤدب كده محترم. يبقى انا وصفت شخصيته بناء على طريقه تعامله معايا. مثلا بيقول لي برضو عند متابعتك لكتابات احد الروائيين اللي هم بيكتبوا روايات وقصص وكده، وصفت الروائي ده بالمرح نظرا لاسلوبه الفكاهي والساخر في الروايه، شفت ان هو دايما دمه خفيف بيحب يضحك كتير، عرفت ان الشخص ده ايه مرح.